بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موقعنا، المشروع الخاص بالتعليم عن بعد لمدرسة الغيل للتعليم الثانوي، وبدأنا المشروع بمادة تقنية المعلومات، وهذا هو الموقع الرئيسي، وإن شاء الله طبعا يتم تعميمه على باقي المواد في القريب العاجل. فنلاحظ هنا الشكل العام للمدونة، وحاولنا جاهدين أن نجعل هذه الموقع سهل الاستخدام لجميع الطلاب. فهنا يتم طرح الأوراق العمل، واستبدلنا أوراق العمل الورقية بأوراق عمل إلكترونية للتقليل من الأوراق، وكذلك وضع أفلام تعليمية توضح كيفية حل أوراق العمل. ليتسنى للطالب لمشاهدة هذه الفيلم في أي وقت يشاء. فمثلا هذه ورقة عمل 5، نطلب منه أن يقوم تصميمها باستخدام برنامج فيجوال بيسك، ونلاحظ هنا كيف كما نشاهد هنا يبدأ بتعليم الطلاب كيفية حل هذه الورقة خطوة بخطوة. وهكذا حتى ينتهي من هذه الورقة، قدم الفيلم شيئا فشيئا خطوة بخطوة حتى يتم الانتهاء من هذا الفيلم. وكذلك يتيح لنا هذه المدونة التواصل مع الطالب بشكل عام، فمثلا درس المدونات هنا مثلا بعد ما تم شرح الدرس وإعطاء فيلم كيفية إنشاء مدونة بشكل مجاني على موقع البلوجر، نلاحظ هنا ردود الطلاب وتعليقاتهم على الدرس، ونلاحظ أن منهم من أرسل موقع المدونة اللي قام بإنشائها خلال هذا الدرس. ومن هنا أقوم أنا كأستاذ بالدخول على مدونة الطالب ومشاهدتها لوضع الدرجة الخاصة به. نلاحظ هنا الطالب قام بإنشاء مدونة له، هذه فمن خلال هذه المدونة تم التواصل مع الطالب، قد يقوم بإنشائها بداخل الغرفة الصفية أو داخل قاعة الحاسوب، أو ممكن يقوم بإتمام العمل في بيته. هذا هو نظرة سريعة للمدونة بشكل عام، وسنطلعكم بعد قليل على آراء الطلاب بهذا المشروع، وشكرا.
شو يا ابراهيم لو تخبرنا شو استفدت من هذا الموقع من هذا المشروع؟ والله استفدت اني اذا ما كنت فاهم داخل الصف وكنت تعبان اسير البيت وافتح المدونه واخذ الدروس اللي الاستاذ شرحها الوضع عنها على المدونه وانزل منها برامج وانزل منها افلام وافلام شرح الدروس واطبق عليها الدروس واسوي المواضيع اللي طلب الاستاذ والواجبات. في شيء ثاني بتحب يكون مثلا بالمدونة بحس انه في نقص شيء او كذا؟ لا مدونة المدونة كلها تمام ماشي ناقص الحمد لله. ما في شيء كامل. تحب ان تكون المواد الثانية نفس الفكرة؟ نعم احب ان تكون نفس الفكرة نفس الافكار. نعم. زي ايش؟ شو المواد اللي انت اهم شيء عندك بالنسبة لك تحب تكون بهالشكل؟ الفيزياء. مثلا نحطي مسائل نحلها والانجليزي نتعلم منها لغة بس. نعم شكرا لك. كنا من هذه المدونة عمل مشاريع وعمل مشاريع ومثلي ومثل عدة من الطلاب ووضعوها في هذه المدونة لكي يشاهدها الطلاب ويستفيدوا منها. مثل هذا الفيديو اللي أنا ضبطته على المدونة الحج خطوة بخطوة ومفيد للطلاب. نعم فقط للطلاب ولا مفيد للجميع؟ ممكن غير الطلاب يستفيدون. نعم لأنه في اليوتيوب حول العالم يساعدهم أن يشاهدوا. نعم نعم. هل من خلال الردود على الفيلم حسيت أنه في حد استفاد من غير الطلاب؟ أكيد طبعا. نعم. في أشخاص من أمريكا استفادوا من هالفيديو ومن الطلاب أيضا. بعثوا لك شكر يعني؟ نعم أكيد. طيب شكرا لك يا أخي.